بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق الخميس سوق أبويرة يا جماعة. النهاردة 22/12/2022 وبالأخص من داخل سوق الجاموس العشر والوالد والحلاب. سوق أبوير ده يا جماعة بيبقى فيه لقطات للجاموس يعني، فالسادة المشاهدين اللي هم بيتابعوا الجاموس يا جماعة السوق ده بيبقى فيه لقطات. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، صلوا على سيدنا النبي في أول يوم، ما تنسوناش في لايك. عمدة عمدة صباح الفل. عشر دي عشر كام؟ تسع شهور. صلاة النبي عليه. ولا فيها بيع وشراء؟ فيها بيع وشراء ب 33. وال 33 برضه ما رقم يا أخي. لما حدود تسع شهور يا جماعة ب 33. طب يا في شب ما كسرتش دي ولا سنة. ولا سنة. والله ولا سنة. 33. حبيبي. فتحاتها حلوه يا جماعه يعني ما شاء الله. طبعا يا جماعه يعني 33 جيب ثاني يعني. صلاه النبي يا عم تبارك. كم تليفونك لو حد عايزها منك؟ 011 202 202 79 301 301. اسم الكريم قاسم، معلم قاسم. فاش هزه لو حد عايزها من المشاهدين؟ ايه لو حد عزم المشاهدين فيها هزه ولا ما دي المدفوعه فيها عايزين نكسه. مش عايزين نقصه يعني اللي عليها 33. ما عليهاش. ما هو بيقول بيقول اللي مدفوعه فيها. ناركم ابيض بالصلاه على النبي، ناركم ابيض. بس حاجه حلوه يا جماعه. في ناس بتعرض الكلام ده ب 40 و45 يا جماعه، يعني برضه احنا يعني عندنا اسواقنا مرتاحه شويه يعني. احنا والله يا جماعة يعني بنستبعد الجاموس اللي هو على كده يعني، احنا بنحاول نروح ايه نشوف لكم جاموسة حلوة كده يعني. صور خالتك. منورين يا خال والله. صور جدتك. صلاة النبي. عم النمر منور والله. الجاموسة الحلوة دي اللي جوا تبعكم؟ تبعنا بعناها بس. صلاة على النبي تبارك الله. صلى على النبي تبارك الله. خمس شطور دي ما شاء الله. خمس شطور يا جماعه. خمسه شغالين يا جماعه. الله ينور عم النمر والله، طول عمرك جايب الطيب والله. الله يخليك عم احمد. صلى على النبي عليك والله. الولد الكامل هذا على كده الثانيه. صلاه النبي تبارك الله. شبه يعني عم النمر. شبه كامل بعد دحي. والله 43 ما شاء الله تبارك. تحتيها ذكر؟ تحتيها ذكر ايطالي وهي ايطاليه كمان. تبارك الله. الرايل بيقول يا جماعه هو ذكرها يعني صور لي اللوز العسل منور يعني. وصورك انت كمان. مزرعه الحجير يقول له ما شاء الله. ما شاء الله. تبعك يا حاج؟ كم تليفونك لو حد عايزها طيب؟ انتم بعتوها؟ بعناها. بعتوها؟ بعناها لخدمه جماعه من الوادي. الله يوسع عليك. صبر ده عمي. معروف ده عمي. النمر ده. صلى على النبي عليك عم النمر. الله يخليك. 43,000 بعد. واحد من وادي عبادي تبعنا. صلى على النبي. الله يرزقه فيها. الله يرزقه يا عمي. ناركم ابيض. اكتب عليها بس مزرعه. حاضر يا عمي. ماشي ماشي. يا جماعه بنحاولوا نقول لكم الجاموس اللي ينفع مع المشاهد يعني، اللي ينفع مع المشاهد. يا السلام عليكم عمده. سلام. ايه تحتيها الجاموسه دي؟ تحتيها انتايا. صلاه النبي. الولد الكام ليها ده؟ اول ولد بكريه يعني. بكريه اول ولد ده يا جماعه. تحتيها انتايا. كم الفلوس اللي عليها؟ 40؟ 40,000 يا جماعة. تحتيها النتاية دي. أول ولد ليها الرأي اللي بيقول. أربعين ألف يا جماعة. يا عمي والله برضه يا جماعه يعني السواق يعني ما بقتش زي الاول يعني. كذا كذا حصل. عمده صباح الفل. والله
وحياة الدين يا شيخ الصور تبعتها لي على التلفون. صور المعلم خالد. تعال يا عم الميمن صور. تعال يا عم الادب فطروا على العلم. احتيان تاي والله الادب فطروا على العلم. تعال لي من هنا يا راجل. تبارك الله. هي انت وصلت الصور دي يا راجل. خد. والله قد جنبك. يا عمي والله انا اصورها على التلفون والله انا تصور على التلفون في ادب ثاني بعد كده يا عمي سبعة وسبعة يا ابوي سبعة وسبعة في الظهر تحلف في الليل تحلف يا راجل تحلف حياها فيها حاجة لا ولا حاجة يا عم الحبل من العربية حبل من العربية برضه تنزل تشوف بنفسك والشرب 43000 43 وبعدين ان شاء الله 50 من فضل ربنا عليك الشبعويل انا تحتيان تاية تحتيان تيتا يا جماعة برضو تيتا حلوة هي تيتا حلوة ما شاء الله تبارك الله 43000 كم تليفونك أخي لحد عسى وصل معاك؟ 03 وحايد 56 90 99 991 اسم الكريم؟ محمود معلم محمود يا جماعة برضو يا جماعة الناس تنزل تعاين حياتها بعينها يعني تنزل تشوف حاجتك بعينك أنا مش مسؤول أنا بصور لك في سوق صلاة النبي الولد الكامل هي موسى يا أخي الثانية صلاة النبي عليه إيه البيع والشراء فيها؟ لا فيها بيع وشراء ب 48 صلاة النبي عمدة ايه كده فيلم البقر النهارده صاحبك قاعد لوحده هناك في البقر عادي هو في البقر واحنا في الجو صلاة النبي تبارك الله الولد الكامل يا ده فراي الثاني الثانية؟ الثانية ثاني ولد ده يا جماعة موسى برضه بنبعد احنا بالتصوير يا جماعة ايوه معلم احمد معلم احمد ده يا جماعة رايل من العساسين اللي هنا في السوق يعني اي حد بيجيبها لك بيجيبها لغاية كام يا معلم بامر الله على 31 يوم 31 يوم ده رايل عساس ورايل محترم لو حد نازل يا جماعة من اي مكان وعايز اتصل بيها نسيب لكم تليفون وكم تليفونك 011 42 52 83 44 المعلم احمد احمد الدوم يا جماعة من العساسين المحترمين يعني رايل على ضمانتنا يا جماعة في السوق هنا وينزل ويعسل لك لو حد مثلا محتاج حد جاي من هنا ولا حد جاي من هنا محتار في عساس في السوق احنا سبنا لك رقم انا بص ما ترفعش رجلها ما شاء الله يا جماعه 6 و6 6 و6 على ترضع ارضاعه اه بيرضع بخشم المعلم حكي المعلم ارضاعه ما تقول لك ينور معلم فراي الادب هنا يا حاج تبارك الله اه الادب هنا تحت ايه يا معلم فراي تحت يا ذكر يا تحت يا ذكر اه اهو الذكر ده يا جماعه صلاة النبي 48 يا عمو 48 يا معلم ايوه 48 يا حاج 48 بيع وشراء يا جماعه ورا تقعدوا من قدام يا ريس هو يا ريس صور يا ريس بيع 48 ايه هم دولا عجول دولا كم خدتهم دولا 40000 حلوين رخاص 40000 العجلين دولا صلى على النبي تبارك هذا المعلم فراي يا جماعة النهاردة من البقر للجاموس كم تليفونك لحد عسى وصل معاك 011 35 19 15 54 48 بتقول 48 ونص ونص الله يوسع عليك 6 و6 6 و6 الرايل بيقول يا جماعة أي صلاة النبي تبارك الله هذا يا جماعة الجاموس نهاية الفيديو ما تنسوناش لايك والناس اللي داخلة تشترك في القناة والناس اللي على التيك توك يا جماعة تدعمنا شوية وتخش تشترك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته